لكم كل الشكر للسيد مقرر لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج سيد النائب محمد جبيتان. نمر مباشرة إلى عملية التصويت وأعرض المادة الأولى للتصويت كما صدقت عليها اللجنة. الموافقون الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. المادة الثانية الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. المادة الثالثة الموافقون الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. المادة الرابعة نفس العدد. المادة الخامسة نفس العدد. المادة السادسة نفس العدد. المادة السابعة نفس العدد. المادة الثامنة نفس النتيجة. المادة التاسعة نفس العدد. المادة العاشرة أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة الإجماع، الموافقون المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. المادة 11 الإجماع، موافقون المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. المادة 12 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة الموافقون الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. المادة 13 نفس العدد. المادة 14 نفس العدد. المادة 15 نفس العدد. المادة 16 نفس النتيجة. المادة 17 نفس النتيجة. المادة 18 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة الموافقون الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. أعرض المادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة الموافقون الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. المادة 20 نفس النتيجة. المادة 21 نفس العدد. المادة 22 نفس العدد. المادة 23 نفس النتيجة. المادة 24 نفس النتيجة. المادة 25 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة الموافقون الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. المادة 26 نفس العدد. المادة 27 نفس العدد. المادة 28 نفس العدد. المادة 29 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة الموافقون الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. أعرض المادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة الإجماع، الموافقون المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. المادة 31 نفس النتيجة. المادة 32 نفس النتيجة. المادة 33 نفس العدد. المادة 34 نفس العدد. المادة 35 نفس النتيجة. المادة 36 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة الموافقون الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. المادة 37 نفس العدد. المادة 38 نفس النتيجة. المادة 39 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة الموافقون الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. المادة 40 نفس النتيجة. المادة 41 نفس العدد. المادة 42 نفس النتيجة. المادة 43 نفس العدد. المادة 44 نفس العدد. المادة 45 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة الإجماع على مستوى الموافقين، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. المادة 46 نفس النتيجة. المادة 47 نفس النتيجة. المادة 48 نفس النتيجة. المادة 49 نفس العدد.
المادة 50 نفس العدد، المادة 51 نفس العدد، المادة 52 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، الموافقون الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. المادة 53 أعرضها كذلك للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، الموافقون الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. من فضلكم يجب أن نحترم المؤسسة، يجب أن نحترم المؤسسة كما يجب أن نحترم بعضنا البعض. لذلك الهواتف يعني مزعجة جدا، مزعجة جدا، رغم محبتي وتقديري لك سيلبا. أعرض مشروع القانون لرمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة، الموافقون الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. صادق بالإجماع مجلس النواب على مشروع قانون رقم 025 يتعلق بالأمن السيبراني. أنا تعلمت. نمر الآن إلى عملية التصويت على مشروع قانون رقم 10-20، وأعرض المادة الأولى للتصويت كما صادقت عليه اللجنة، الموافقون الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. المادة 2 نفس العدد، المادة 3 نفس العدد، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. أعرض المادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، الموافقون الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. المادة 5 الإجماع، المادة 6 الإجماع، المادة 7 الإجماع، المادة 8 الإجماع، المادة 9 الإجماع، المادة 10 الإجماع، المادة 11 الإجماع، المادة 12 الإجماع، المادة 13 الإجماع، المادة 14 الإجماع، المادة 15 الإجماع، المادة 16 الإجماع، المادة 17 الإجماع، المادة 18 الإجماع، المادة 19 الإجماع، المادة 20 الإجماع، المادة 21 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، الموافقون الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. أعرض المادة 22 للتصويت، الموافقون الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. المادة 23 نفس العدد، المادة 24 نفس العدد، المادة 25 نفس النتيجة، المادة 46 نفس النتيجة، المادة 27 نفس النتيجة، المادة 28 نفس العدد، المادة 29 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، الإجماع، الموافقون، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. أعرض المادة 30 الإجماع، المادة 31 الإجماع، المادة 32 الإجماع، المادة 33 الإجماع، المادة 34 الإجماع، المادة 35 الإجماع، المادة 36 الإجماع، المادة 37 الإجماع. أعرض المادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، الموافقون الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. المادة 39 نفس النتيجة، المادة 40 نفس النتيجة، المادة 41 نفس النتيجة، المادة 42 نفس النتيجة، المادة 43 نفس النتيجة، المادة 44 نفس النتيجة، المادة 45 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، الإجماع، 46 نفس النتيجة، المادة 46، المادة 47 نفس النتيجة،
المادة 48 نفس النتيجة. عارض المادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. عارض المادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة الإجماع، المادة 51 الإجماع، المادة 52 الإجماع، المادة 53 الإجماع، المادة 54 الإجماع، المادة 55 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة، الموافقون الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 1020 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة. القانون الأخير مادة واحدة، نمر للتصويت على المادة المكونة لمشروع القانون رقم 2920، الموافقون الإجماع، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 2920 بتتميم القانون رقم 599. سيدة النائبة، إذن فقط، طيب كاين انتهاب ذكوري. طيب شكرا. صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 2920 بتتميم القانون رقم 599 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية.